اكتر اللعبه اللي بتوتر بقى كل الناس، ونبقى قاعدين كلنا حاطين ايدينا على قلبنا كده ونشوف مين اللي هيوقع البرج. هنعرف دلوقتي حالا مين هيوقع برج. حد عايز يعترف على نفسه؟ الله، انا لسه ما قلتش معترفه. ليه كده؟ يا رب ما توقعش عشان توصل لك عشان تلعبي انت. طيب يلا على طول، عارفين كلنا نلعبها ازاي صح؟ اه يلا يا بابا. لا ابتدي بحضرتك، يلا على طول. لا هو الاول. من فوق لا من لا كله ما عدا الصف ده. بعد الصف اللي فوق. اه. واللي قبله اكيد يعني. ممكن تيجي من هنا حضرتك، تبصي كده بصه من هنا. ادرس كده. اه. يلا. اول واحده دي بتبقى سهله قوي. لا مش اول واحده، يعني مش اول صف، قصدي اول واحده بتتشال يعني. احب افكرك ان بناتك نفسهم يلعبوا. اه. اه ايه التهور ده؟ اوكي عكس عكس بالظبط. برافو يا استاذ حسام. يلا يا استاذ عبد الرحمن. بتقول لك بابا والنبي ما توقعها. ايه؟ ايوه والله برافو. يلا يا ماما. اه ماما انا. عايزين تخلصوها بدري قوي ده. لا طب حاسبي بالراحه بقى، خلي بالك ايه بنت سوري يلعبوا. اه ايوه اتفضل. ايوه بالراحه بتقول ماما ما توقعهاش. هي دي سهله دي يا ماما. صح. ايه الاكسايتمنت دي؟ حماس رهيب. لا لا الثالثه بتاعتهم برافو. يلا يا ماما. عدينا الحمد لله. مش هوقع. تعالي كده تعالي كده. ايوه يا ماما. برافو برافو يا سلام. خلصها برضو. يلا يا نونو. هي وجاي. انت بتعرفي تلعبيها بقى صح؟ ايوه قوي. ها بتعرفي تلعبيها قوي؟ ان شاء الله خير. نشوف بس. تعالي كده ياتي. ماشي خلابي خلابي على الحلاوه. شطرة شطرة. يلا يا مولي. اه بالراحة يا ايمن، بالراحة يا ايمن. التعور ده متعور دايما. اوكي. معلش يا ياموني معلش، بتحصل عادي جدا. يامن هو اللي وقع البرج النهارده. تعالوا نشوف بقى العاب التحدي معانا هتبقى ايه تاني النهارده.